الحملة التحريضية اللي تعرضت لها إيمان خلاف الملاكمة الجزائرية تجمع بين كره النساء الترانسفوبيا والعنصرية. أول شيء، إيمان هي امرأة، ولدت امرأة وبتعبر عن نفسها كامرأة. أكدت اللجنة الأولمبية الدولية إنه إيمان تستوفي كل الشروط لتشارك بمباريات النساء. Eligibility rules and entry regulations as well as all applicable medical regulations set by the Paris 2024 boxing unit PBU. As with previous Olympic boxing competitions, the gender and age of the athletes are based on their passport. بس هيدا ما كان كافي لليمين المتطرف اللي ضل يشكك بأهلية إيمان. This young girl from Italy, a champion boxer, she got hit so hard she didn't know what the hell hit her. It's a person that transitioned. He was a good male boxer. بلشت حملتهم على الترانس باسم الدفاع عن المرأة، خلصت الحملة بهجوم على المرأة، واللي بيعني إنه الأشخاص اللي عم يهاجموا الترانس هن فعلياً أشخاص عندهم مشكلة مع النساء. هيدي الحملة إلى سنين بتحاول تفرض ثنائية وحدة، يا مرأة يا رجل، وبتحاسب كل الهويات الجندرية اللي بتشكك أو بتعارض بهالثنائية. تاني شيء، الحملة اللي عم تتعرض لها إيمان مبنية على كذب، بس لأنه ما بتمثل المعايير النمطية للنساء. السنة الماضية استبعدوا إيمان وزميلتها من بطولة العالم بالملاكمة بحجة إنه اثنيناتهم فشلوا باختبار الجنس، بس الهجوم عليهم ما كان حرصاً على مشاركة النساء بالرياضة مثل ما حاولوا يروجوا لها، وإنما بتعبر عن قلق اليمين تجاه الهويات الجندرية المختلفة وإصرارهم على تحديد هول الهويات، خاصة هوية المرأة. واللي بيوصلنا للنقطة الثالثة، إيمان مش أول امرأة بتتعرض للهجوم والتشكيك بالألعاب الأولمبية. نفس الشيء صار مع سيرينا ويليامز، كاستر سيمينيا وبريتني جرينر. اللي بيجمع بينهم إنهم منهم النساء بيض، يعني ما بيمتثلوا لمعايير الأنوثة الغربية، وبالتالي بيتشكك بهويتهم الجنسية وبيتهموا إنهم ذكور. وهيدا بيوضح كيف بتتقاطع العنصرية مع الترانسفوبيا مع كره النساء. أنا نوجه رسالتي لكامل شعوب العالم أنهم يكونوا متمسكين بالمبادئ الأولمبية حسب الميثاق الأولمبي، وابتعاد عن التنمر على جميع الرياضيين، لأنه هذا الشيء أثر ويأثر كثير وكثير، قادر يدمر ناس حتى يقتل تفكير وذهن ناس ويفرق شعوب.